أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا الأخ محمد فادي الحفار في حلقة ثانية، وراح اليوم يشرح لنا أفكاره بالتفصيل، يعني كيف هو يؤمن بالقرآن وهو ملحد، كيف طريقة تفسيره للقرآن. راح نتناول المسائل هاي، وراح أطرح عليه يعني بعض آيات قرآنية هو يفسرها. أنا بدي يعني مثل ما بقولوا ساوي كلير ما وجهة نظري، يعني أوضحها لوجهة نظري. أنا يعني أؤمن بأفكار السيدة محمد فادي حفار، بس أنا يعني ضده في ربطها بالقرآن. يعني أفكاره رائعة وإنسانية جدا وملحدة جدا، ولكن الفرق بيني وبين انه هو يربطها بالقرآن، وانا يعني لا اشجعه على ذلك. يعني ف خلونا نرحب بالاخ فادي. اهلا وسهلا فيك اخ فادي. حبيب قلبي، اهلا وسهلا اخي جون حبيبي. تسلم. اخي فادي، قبل ما نجي على الهواء كنت عم تحكي لي حديثك مع السلفي، فيا ريت بصراحه يعني انا عجبني طرحك مع السلفي، فممكن تشرح لنا اياها، شو كان النقاش وكيف دار النقاش بينك وبينه؟ عم يحكيني كان عن موضوع انك انت كيف تكون قرآني وانت مؤمن بنظرية التطور، وانه انت اصلك قرد، واستشهد علي بتالية من تاليات القرآن اللي هي وخلقنا الانسان في احسن تقويم. قلت له طيب أنا شو طالع بإيدي مع، يعني شو بدي أعمل مع جاهل مثلك إذا أنت مالك فهمان معنى كلمة إنسان؟ أنا بالنسبة لي أنت كائن عنصري، يعني أنت مفكر أنه أنت فقط الإنسان اللي خلقك الله بأحسن تقويم؟ أنا بالنسبة لي الكلب إنسان، والبقرة إنسان، والقرد إنسان، وكل هدول خلقوا ربي بأحسن تقويم. ولا أنت مفكر أنه الله خلقك أنت بأحسن تقويم وخلق باقي مخلوقاته بتقويم سيء؟ قال لي شو عم تحكي انت؟ قلت له لو فهمت معنى كلمة إنسان بالقرآن لعرفت انه كل شيء كائنات تأنس ببعضها هي إنسان، لأنه كلمة الإنسان باللسان تبعنا مثنى، إنسان، إنس زائد إنس يساوي إنسان. فالإنسان هو كل كائن يأنس مع وليفه. أرجيني كائن لا يأنس، أرجيني كائن وحيد على سطح الأرض. طيب في 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 كائنات وحيدة الخلية، يعني لا تتكاثر إلا هون أنا وقت عم بحكي عن لك أرجيني كائن على سطح الأرض لا يأنس، هذا مو معناته أنه كلياتنا إنسان، لأنه في نوع تاني اللي هو ما دخل ضمن كائنة الإنس. في عندك بهيمة الأنعام، في عندك كذا، هي 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 كائنات تانية. لكن الإنسان كل شيء، حيوانات على سطح الأرض عبارة عن زوج، أو هدول إنسان يأنسون ببعضهم. فالإنس بالقرآن ما هي مختصة فيني، يعني هذا الكلام اللي أنا وجهت له يا له. قلت له انت عم يعني عمل لي انت تؤمن انه الانسان اصله قرد؟ قلت له لا، مو بس الانسان اصله قرد حبيبي، انا اؤمن بان الانسان قبل ما يكون قرد كان سمكه، وقبل ما يكون سمكه كان فطريات كمان. انت لو بتعرف القران مزبوط لقريت الايه اللي بتقول الله انبتكم من الارض نباتا، هل تدرك بانك من نباتات الارض؟ نعم، انت نبات بالاصل، انت كنت نبات، وقبل ان تكون نبات انت ايضا كنت من طحالب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قلت له نظرية التطور اللي أنت حضرتك عم ترفضها، القرآن أنا بمنظوري له مصادق عليها، فبهت. طيب يعني هلأ وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني بصراحة بيكون في مي، هلأ مثلا بالمريخ في مي بس، أو مثلا في كواكب أخرى بيكون في مي، بس المي في حالة جماد، فكيف سيخلق من هذا الماء المتحجر كائنات حية؟ يعني الكائنات الحية موجودة حتى في المياه المتحجرة والمتجمدة،
يعني وحتى داخل يعني حتى في بعض الكائنات موجودة ضمن درجات حرارة عالية جدا. المريخ حاليا يعتقد بوجود الكائنات الحية عليه، أثبتوا يعني في بعض المتحجرات على شكل حيوان يعني بحيرة الخلية، ولا بعض الحيوانات مثل الأريبة لشكل الدوديات ولا الشريطيات موجودة. طيب أنا وعدت المشاهدين إنه بشان التعليقات بصراحة يعني أنا ذاتي ما عم بعرف، لأنه اليوتيوب مسوي كتير معقد للتعليقات إنه يكون على الهواء مباشرة، فأنا بعتذر لأصدقائنا، وأنا راح أحاول يعني أخي إسماعيل عنده فكرة كويسة راح أرجع أسأله، لأنه عندي هون أنا ممكن أشرح كيف تدخل تسأل بس ما راح يطلع عندي هون للأسف. يعني أنا أن يكون بالمستقبل مثلا اليوتيوب يحسن متداخل من المتداخلين يدخل برضه بالصوت علينا؟ لا ما بعرف بالمستقبل، ما بعرف بالضبط، بس نحن بالأسئلة ممكن. أخي فادي رفي عندي من الحلقة السابقة شخص يعني أنا وعدته إنه أسألك أو أحاكيك بموضوع، إنه على كل حال راح أقرأ لك التعليق كامل وأنت ترد. تفضل حبيبي. هذا حقك. هذا الأخ رشيد أثمول هيك أظن يعني، لأنه مكتوب بالإنجليزي فرشيد أثمول مكتوب، عم بيقول رجل مشوش أفكاره مشوشة، لا يعرف عن الإلحاد إلا اسمه، يتفلسف من فراغ ويحاول أن يصنع من فكره شيئا مهما، لكنه للأسف يسيء إلى الإلحاد وإلى الفكر الحر. كيف لمن يفهم الإلحاد وحرية الفكر ثم لا يميز ما بين الدولة الدينية الإسلامية وبين حرية الشعب الفلسطيني المطرود من أرضه والذي يدافع عن أملاكه وممتلكاته ووطنه وحريته؟ كيف له أن لا يميز بين الدولة الدينية الإسلامية والدولة الدينية اليهودية الصهيونية؟ هذا الرجل ليس ملحداً وإنما ربوبياً حائراً ما بين التدين الذي يميل إليه من داخله وإنكار عقله للتدين، لكنه لا يستطيع أن يتخذ موقفاً. حلقة مؤسفة ولا زلت في الدقيقة 40. هاي طبعاً على الحلقة اللي سمعنا فيها الحلقة الماضية. يعني أخي جون مداخلته فيها عدة نقاط مو نقطة واحدة، من بيناتها هو عم يحاول يأطر الإلحاد، يعني عم يأطر الإلحاد وكأنه يحط له للإلحاد مفهوم. هذا الشيء بدنا لازم نحكي فيه. معلش خلينا ناخذها نقطة نقطة. عم يقول دولة دينية، يعني عم يحكي عن دولة دينية وحق الشعب الفلسطيني، وما فهم الدولة دينية إسلامية ولا الدولة الدينية اليهودية، يعني يحكي عن دولتين دينيتين، مزبوط ولا لا؟ واضح من حكيه. عظيم. حق الشعب الفلسطيني بشو؟ بالأرض مثلا؟ إذا كان هو ملحد إنساني فهو أول الناس اللي لازم يحكي بموضوع إنه ما في شيء اسمه أرض لإلك وأرض لإلي، هاي الأرض لإلنا كلياتنا. وإذا كان عم يحكي من وجهة نظر تاريخية إنه الشعب الفلسطيني كان مستوطن بالأرض وهي هالأرض حقه، وإجي اليهود أخذوها، ولا باعتبار إنه قامت دولة دينية يهودية، فمع الأسف ما قبل الدولة اليهودية الإسلام إجوا كمان أخذوا هالدولة. يعني الفلسطينيين إذا بدك تعتبرهم مسلمين وهن فعلا مسلمين. ما فادي أظن الصوت شوي اختفى. بتمنى يتصلح العطل بسرعة. معنا أخي فادي؟ يعني بصراحة أنا حكيت مع أخي فادي بهالموضوع هذا، يعني إنه هو كل ضد الدولة الدينية عموما، يعني كان يهودية ولا إسلامية، يعني بس بيشوف إنه إسرائيل فيها الحكم علماني، يعني مثلا ما بتشوف إسرائيلي لاجئ بدول أخرى وصدقوني أنا يعني ما رأيت أدخل بهالموضوع هذا، لأنه موضوع شوي حساس، وأنا بالنسبة إلي هو صراع ديني
يعني صراع يهودي إسلامي متجذر بأعماق التاريخ، ف يعني ما بدنا ندخل فيها الآن، فيها حساسية كثير، فبنخلينا مع القرآن والقرآنيين ولنشوف الأفكار الإلحادية القرآنية بصراحة. يعني أنا الأخ فادي أحترمه كثير، ولكن في نقطة أنه أنا ضده في ربط إلحاده بالقرآن. يعني هو يفسر كل شيء ويجعل من القرآن شيء عظيم، شيء كثير يعني ما بعرف، يعني هو يحاول أنه يقنع الناس بقرآني حسب تفسيري حسب تقويلي. وطبعا حاولوا كثير من الناس أنه يفسروا القرآن بشكل جيد، يساووه قرآن كيوت، قرآن معاصر، بس للأسف فشلوا. يعني وأنا ما أعتقد يعني راح يكون في فرص للنجاح لأي شخص ممكن. أنت معنا أخي فادي. حبيبي، فصل عندي ورجعت فتحت من الموبايل، ما مشكلة. كمل فكرتك وليندخل في بعدين ندخل في موضوعنا دغري. يعني انه الدولة الإسلامية او الخلافة الإسلامية هي اللي اخذت من برضه اخذت من اليهود قطعتها الارض اللي عم يختلفوا هلا عليها. فالمفروض هو كملحد يؤمن بالعلم او علماني يؤمن بالحقوق الانسان وكذا، وهي ما يفكر هلا بموضوع لا دوله دينيه ولا غيره، لكن الدوله اللي بتقدم حقوق انسان اكثر. انا هلا كسوري وانت كسوري يا جان، لو قالوا لك حكم بشار الاسد ولا تدخل اسرائيل تاخذ سوريا بتساويني انا مواطن اسرائيلي، ترضى بالجنسية الإسرائيلية ولا لا؟ صراحة أنا برضاها. أنا مو برضاها، أنا بقول أنا بسجد، بقول يا حي الله دخيله الله. يعني دولة عم تقدم لك حقوق إنسان، مواطنة، احترام، بحيقول لك أخي إيه ليك ما عم تحترم الشعب الفلسطيني، حقول لك لا أخي هذا الكلام مو صحيح، الشعب الفلسطيني اللي ما عم يحترم الدولة. وقت بدك تيجي أنت فرض حالك هلا ما قاعد بدولة هون، دولة أوروبية أو الدولة اللي أنت فيها، ويكون شرطي طالع بالشارع تمسك حجر وتقفوا عليه. نحن تربينا على تربية خلص هدول كفار، هدول أعدائنا، هدول كذا، ووطنيات ومغروش بأفكارنا مية قصة وقصة. لا لا، أنا ما عم بخلط الدين بالدولة ولا عم بخلط حقوق حدا بحدا، لكن إذا بدنا نعطي كل إنسان حقه فيني أرجع أقول له للأخ رشاد أنه يا أخ رشاد قبل ما تحاكيني على حقوق المواطنين الفلسطينيين اللي انا عم بحسب قولك انه انا ما عم بفرق، حقول لك تفضل اعطيني حقوق اليهود. ما اليهود كانوا موجودين بخيبر وكانوا موجودين بتبوك وتقلعوا من كل هالبلاد وتهجروا، بعدين ما من حقهم يكون عندهم مكان يعيشوا فيه، رغم اني انا اكثر الناس رافض لشيء اسمه تقول لي هي دولتي وهي دولتك، لانه انا بالنسبه لي الكره الارضيه هي كلها دولتي. انا مواطن عالمي اؤمن بالعالميه للكل، انا بتمنى يصير في 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 رئيس عالمي واحد، ان شاء الله يكون الشيطان هو الرئيس، لكن اعرف انه هذا رئيس عالمي واحد وسخ تماما حتمشي الارض بكل سلام وبكل جمال. اصلا حتى موضوع الاختلاسات ولا السرقات، انت اذا اختلست من بلد، انت رئيس جمهوريه ولا واحد غني بجمهوريه بدوله معينه، اختلست وحطيت الاموال بسويسرا وسافرت حامتك سويسرا، لكن انت تكون مواطنه عالميه وعالم واحد، من وين بدك تهرب؟ بدنا نجيبك وين ما رحت. ما عاد في شيء اسمه لا اختلاسات ولا سرقات وحقوق بترجع لاصحابها. انا مع الوحده العالميه، واصلح من يكون لقياده العالم حاليا اكيد مو نحن العرب حبيبي. ان شاء الله لو يجي هلا رسول من الرسل العربي بيقول له لا مع العزم لك ما لا تصلح انت للقياده يا سيدي الرسول، انا اريد حاليا رجل اوروبي. نحن ما زلنا تحت الوصايه، انا اؤمن باننا ما زلنا تحت الوصايه. لحتى نخرج من تخلفنا ومن الجهل اللي نحن فيه لازم يكون في دوله اجنبيه. وارجح انا بالنسبه لي بتمنى امريكا او الاتحاد الاوروبي، يعني تكون الاتحاد عالمي تحت قياده دوله اوروبيه. السويد او السويد جميلة، السويد عجبتني تعجبني. ولا يهمك، أنا إذا بدك أنا بقود العالم يعني. ما في مشكلة، يعني على أفكارك الإنسانية بصراحة أنا أحييك، بس أنا
لا أشجعك بربطها بالقرآن، يعني لأنه القرآن هي مهلكة لكل الأفكار للأسف. على كل حال خلينا نبدأ بالمهم اللي بدنا إياه. قبل ما نبلش بالمهم، بدك تحط لي نقطة، يعني أول شيء نقطة صغيرة، ليش القرآن هو مهلكة بوجهة نظرك أنت؟ بعدين لازم نحكي بموضوع شو الخلاف اللي بيني وبينكم، هو موضوع الله. تفضل احكي. حتى بالنسبة لي أنا سمعت أفكارك أخي فادي، يعني بصراحة أفكارك رائعة، أفكارك إلحادية، أفكارك إنسانية، أفكارك يعني لا تخرج من عن نطاق الإلحاد بالشيء نهائيا، يعني عن نطاق أي ملحد عادي، يعني أي ملحد مثلي مثل غيري. فأنا أحييك عليه، بس أنت المشكلة عم تربطها بالقرآن. فبالنسبة إلي أنا ليش أقول القرآن هي مهلكة؟ أنا ما عم بربطها بالقرآن على فكرة، أنا عم بربط القرآن بفلسفتي. أوكي، المهم بس أنا عندي يعني أنا شفت حاولوا كثير ناس وفشلوا، يعني الفشل مو بسبب إنه أفكارهم غير جيدة، السبب الرئيسي العناد الموجود عند القرآن اللي مرتبط بالمسلمين بتفسير المسلمين. يعني القرآن، هلا القرآن مثلا خلينا نقول 1000 كلمة أو 2000 3000 10000 كلمة، بتلاقي مفسرين القرآن أكثر من كلمات القرآن، يعني تمام، للكلمة الواحدة في 5 مفسرين يعني إذا بدك. لانه ألف معنى لها طبعا. اكيد والمشكلة إنه يعني كثير ناس حاولوا يصلحوا، يعني بالنسبة لي القرآن والإسلام واحد، يعني القرآن والإسلام قاسي جدا، يعني في مثل بيقول لا تكن لينا فتعصر أو قاسيا فتكسر. تكسر. الإسلام بالنسبة لي، الإسلام والقرآن وكل الثقافة الإسلامية قاسي جدا، لا يمكنه، ما بتقدر ليه على كيفك، يعني بده يا تكسره يا تقبله كما هو، يعني مستحيل. أنا بالنسبة لي مستحيل إصلاح الإسلام يعني خرابه. أنت إذا أنا بالنسبة لي لا يوجد شيء مستحيل. أنا إنسان عاقل مفكر وعندي الإمكانيات الكاملة، يعني اللي وصلنا خرجنا للقمر، وصلنا للمريخ، وقريبا رح نخرج من المجموعة الشمسية. ما بعتقد إنه الإنسان يصعب عليه شيء، كل شيء بيصير، لكن معلش بالرواق. المهم نحن خلينا نحط نقاط معينة نرتكز عليها لوضح لك انا وجهة نظري اكثر ونشرح فيها اكثر. تمام، هذا المطلوب، يعني انا راح اطرح لك ايات، عظيم. وعلى كل حال يعني راح يكون نقاش، انا راح اناقشك، يعني عاده بيعرفوا اصدقائنا المتابعين يعني بيعرفوا ان انا ما بقاطع الضيف، بس معك يعني راح يكون نقاش، ما هو انه ضيف سؤال و لا، حوار طبعا، وانا هذا اللي بدي اياه شو حبيبي. لا، انا جدا موافق على هالطريقه، هي من اجمل ما يكون. ما هو هي الشيء وقتها بيكون في الراي، والراي الاخر تصل المعلومه للناس وبيستفيد الناس، ان كان معي الحق ولا ان كان مع، مو هون المشكله. المشكله انه تصل الحجه للناس والعقل يشتغل. انا مع تشغيل العقل، وهذا نعمه أنا كثير بحترمها بكينونتي. العقل هي فيني وبالجميع، فما في عندي أي مشكلة حبيبي جان. تمام، اتفقنا على واحد. أول نقطة الإلحاد يا جان. تفضل. هلأ الفرق بين إلحادكم وإلحادي، يعني أنا شفت بعض الناس بيقول لك أخي هذا كيف يعني ملحد وكيف يعني قرآني؟ هي نقطة كثير مهمة نناقشها، ما هيك؟ طبعاً. نحن المرة الماضية شرحنا شوي عن كلمة ملحد بمفهومها تبعي أنا، والملحد هو من حاد عن شيء إلى شيء، تمام؟ هلأ أنت كملحد ألحدت عن كل هالأفكار هي وتبنيت طريق تاني، مزبوط ولا لا؟ تبنيت الطريق الإنساني، العلم، العقل، المنطق إلى آخره. شو الفرق بيني وبينكم؟ الفرق بيني وبينكم هو كلمة الله، ما هيك؟ هذا أنت اللي لا، انا عم بسالك. هلا انت الملحد، هلا الملحد بمفهومكم انتم هو من لا يؤمن بوجود اله. ما هي مسألة لا يؤمن أو يؤمن،
يعني أنا بالنسبة لا يقتنع. كل ملحد عنده تفسير خاص للإلحاد بصراحة. يعني أنا بالنسبة لي الإلحاد هو الطريقة لفهم الكون بطريقة علمية، فهم بطريقة الكون بصرية، بطريقة لا تخرج عن المختبر، بالتجربة العملية. هذا هي انا، الإلحاد بالنسبة لي. وهذا انا معناته انا وين، ليش عم يعني ليش عم ياخذوا علي كيف اني يكون ملحد ومؤمن بالقران؟ ما هذا انا اللي عم تحكي عنه، هذا انا. بالضبط بالضبط، هذا أنت. بس إيش لك علاقة بالقرآن يعني؟ شو علاقتك بالقرآن؟ بدنا نفهمها. انا حقول لك شو علاقتي. شو علاقتك انت بالكمان؟ شو علاقتك بالجيتار؟ شو علاقتك بالتلفزيون؟ شو علاقتك بكل شيء أوجده الإنسان؟ علاقتك إنسان، أنت بتحب كل شيء أوجده الإنسان. هالقرآن هذا بالنسبة لي عم شوفه أنا كتاب فلسفي عميق رائع جدا جدا جدا. ليش لحتى ما أخذ فيه يعني مثلا؟ طيب بس يا أخي فادي، اليوم أنت عم تقول إنه هذا القرآن كتاب فلسفي عميق، بس للأسف يعني هذا القرآن اللي عم تقول عنه هالكلام هذا يعني تسبب في دمار شعوب، تسبب في ليش ما دمار. نقول انه الانسان هو اللي سبب بدمار شعوب يا جان؟ هلا انا بجيب لك كتاب كليله ودمنه مثلا، ممكن واحد يقراه ياخذ منه يتحول بطريقته بمخه انه انا المفروض اكون الاسد، العب دور الاسد وما العب دور الثعلب، لانه الاسد هو الاقوى، وياخذ فكره انه القوه مع القوه، الحل مع القوه. ليش لا تقول يعني هاي الكلمه؟ ما فيك تقول الكلمه هي من تسببت، الكلمة لا تتسبب بشيء، الكلمة علم. أنت اللي عم هالكلمة هي علم، أنت المسبب، لأنه أنت الفاعل. القرآن طلع له رجلين ومشي على رجليه وراح حمل سيف، ورجيني قرآن عبر التاريخ حمل سيف وراح قطع روس. طيب، خلينا ندخل على الكلمة، ماشي؟ تفضل خلينا نشوف يعني. الكلمة شو بتقول وكيف بدك تفسرها والناس كيف تفسرها. طيب هلا في عندي هون فاستشهدوا سورة البقرة 282، فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتين. يعني تمام. اللي شايفينه نحن كنتيجة لهالكلام هذا هو تمام. تخفيف المرأة أكيد أكيد. بس خليني أكمل الفكرة. بس يعني تحقير المرأة وشيل المرأة، هي كلنا بنعرف إنه نصف المجتمع، يعني شئنا ونأبينا في ذكر وأنثى. نحن لغينا دور الأنثى نهائيا من حياتنا، حتى حياتنا صارت يعني طيب ممكن اسال سؤال، ليش ما قال ذكرا وانثيين؟ ليش قال رجل وامرأتين؟ تفضل فسر. ونحن بدنا نفهم نقطة واحدة، لو نفهم شو معنات كلمة رجل في القرآن. الرجل في القرآن يطلق على الجنسين، أنا رجل وهي رجل. هلا في تالية بتقول وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الأعراب شرحوها أنه الرجال هن اللي جايين على رجليهم ماشيين، فسموا هي رجل. هي شرح الأعراب. يعني هلا وقت يجي واحد مسك لك القرآن، أنا بدي أسمي لك يا شو ما بدك، على من 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 1000 سنة إجا واحد فسر القرآن قال لك أخي الرجل هو الذكر والمرأة هي الأنثى. وهي هذا الكلام ما بيصير. القرآن إذا ناخده نحن ككتاب لغوي لغة، فلازم نتبع كل كلمة موجودة فيه وين تشعبت فيه. هلا مثل القرآن مثل شجرة، كل كلمة عبارة عن شجرة. هالشجرة هي إلى بذرة، بذرة التفاح، هل ستنتج مانجا؟ بالتأكيد لا. أكيد شجرة التفاح لا تعطي. وكل كلمة بالقرآن عبارة عن شجرة. وفي تالية بتقول والكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة كأنما اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تمام. وقت أنا بيجي لكلمة بدي أفهم هالكلمة شو هي، أول شيء بفعلها لجذر الثلاثي، لأنه اللسان تبعنا لسان منطقتنا كلياتها، وما بدي أسميه اللسان العربي لحتى ما يؤخذ علي مأخذ، لأنه حتى كلمة العروبة إلى مفهومات كثيرة عندي.
اللسان تبعنا لسان الجذر الثلاثي، نحن كنا نتعلم ونحن صغار بالمدرسة زراعة حصادة، تتذكر هالشيء؟ طبعا الجذر الثلاثي لازم يكون دائما مفتوح، زراعة، وهذا الجذر عائد على فاعل فردي هو، ماشي، هو زرع، هو حصد. هي موضوع الجذر الثلاثي. أي كلمة بالقرآن لحتى نفهمها، هلأ كلمة امرأتان في القرآن مو يعناتها اثنين أنثى، أنثيين. الامرأة في القرآن أنت تصلح امرأة وأنا امرأة، لكل، لأنه الجذر تبعها امرأة من الأمر والهي، وأنا كاتب موضوع بحث طويل عندي على الصفحة تبعي أنه من الأمر، وإن امرئ بتلاقيها وإن امرئ، يعني إذا كنت أنت المؤتمر بأمري فأنت امرأة، والرجل هو كل جوال صاحب موقف يجول وعنده علم، لأنه هي أصلا من جذرها، وما بدي أدخل عليها والله تقيلة هي، لكن هي من الجذر جال. فكل ما تدخل عليها ألف لام راء، واللي هي أحرف الجر القرآنية الصحيحة، لأنه نحن أحرف الجر من إلى عن على، هي ما هي أحرف الجر من في القرآن؟ كلمة من الله عليهم على شيء يعتليك والأعلى منك، فمن إلى عن على، هي شرح الأعراب، وقالوا لنا أنه هي أحرف الجر، لكن أحرف الجر القرآنية هي ألف لام راء، ألف لام ميم، وكاف هاء ياء عين صاد. هي الأحرف تدخل على الجذر، تفعله، تحركه، ولا تغير أصله. يعني كلمة جذر حال، حالة، تدخل عليها إما الراء أو الألف لام راء بتساويها الرحال أو رحلة، حلة رحلة، لا تغير المعنى، لأنك أنت هلأ وقت تكون موجود بهالمكان أنت حللت به، ثم ارتحلت إلى مكان آخر فأنت حللت أيضا في المكان الذي رحلت له، فهي حال واحد تدخل عليها ألف لام راء الجر، تجرها من وضع إلى وضع دون أن تغير الجذر. وهذا الوضع كلمة بالنسبة لكلمة رجال، هي في أصلها جال، جوالين، جالوت، يجولون، يدخل عليها ألف لام راء. فالرجال في القرآن ما هي جنس، وإنما هي صفة لعمل. أنت مصر عليه وبدك تساويه، هي مشان هيك بيقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله، مو معناتها الرجال صدقوا ما عاهدوا الله جنسنا أبدا، لأنه في التالي اللي بتأكد هالشي تماما جان، هي وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا. هل الحج فقط لجنس واحد؟ ليش لكان عم يروحوا على الحج من طيب كل؟ طيب اخي فادي، يعني هلا مثلا كيف بدك تقول لي يعني فاستشهدوا شاهدين من رجالكم من جوالكم وات ايفر انت بتسميهم، فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتين، وامرأتين، يعني طيب أنا يعني بده يكون 3 شهود عندك مثلا. تمام، إيه أنا حقول لك إياها كيف. أنا رجل صاحب علم، صاحب موقف، جوال بالدنيا، جلت فيه وبعرف كل شيء، وعندي علومي وعندي مبدعي. هلا أنا إذا أطلب للشهادة فأنا يقبلوني كرجل، لا، ولازم يكون في واحد تاني مثلي رجل لحتى تنقبل الشهادة. بالضبط. فإذا لم يوجد رجل تاني فآخذ معي مأمورين، يعني تلميذين من تلاميذي، يأتمرون بأمري. هدول بصير أنا رجل واثنين تلاميذ من تلاميذي، وأنا شارحها. هذا الموضوع لازم تقرأه عندي على صفحة تيجان لحتى تتوضح لك الصورة. كلمة امرأة في القرآن لا تعني أبدا جنس. أنا معك، أوكي. الرجل واثنين من تلاميذك، طبعا طيب تلاميذك هدول أليسوا أشخاص إنسان؟ هم أشخاص لكنهم ليسوا بمستوى علمي. يعني هلأ أنت بدك تحكم بمسألة فيزيائية عميقة جدا، بدهم واحد باحث مختص، بدهم باحثين مختصين، فإذا ما وجد باحثين مختصين ينفع أن يكون باحث وتلميذين على درجة عالية يختارهم الباحث ليكونوا في الحكم. الموضوع الحكم بالمسألة
أن تحكم بأمر وتبت فيه موضوع بده ناس دارسة متخصصة تعلم ما تقول، يعني مو بس موضوع محكمة والله قضية قتل وجريمة، ولا لا، هذا الموضوع يعني أكبر من هيك بكثير يا جان. يعني حتى هون ما بعرف، انا بصراحه ما عم بقدر اقتنع بهالمساله. يعني بيكمل الايه بيقول اذا نسيت وحده الثانيه بتذكرها، يعني إيه، لأنه هي لأنه التاء هون في عندك، ما عم أقول لك نحن مصيبتنا باللغو اللساني. يعني هلا أنا لو أنا مسكت ابني هلا وعزلته عن الناس وجيت مسكت هالكاسة وقلت له هي اسمها صرماية، ماشي، قلت له هي اسمها صرماية، بعد 20 سنة شو حيكون اسمها بالنسبة له إذا ما اجتمع خالط ناس؟ سرماي صرماية، ما هو بالنسبة له ويفهم إنه هي الصرماية التي نشرب بها الماء، هيك صفي مفهومه. نحن في عنا هالقرآن، وأنا بالنسبة لي موضوع محمد الأعرابي هذا، وأنا بالنسبة لي هو يعني ما بدي فوت فيه، أعمل لك ما بدي غمق كثير هلا. جاي دور نحن عنا التغميق، هالقرآن جاي دور التغميق جاي لقدام، لا تخاف. عظيم، عندنا مخطوطة ثمينة جدا، مخطوطة فلسفية لغوية، حتى بغض النظر عن فلسفية، مخطوطة لغوية راقية. كأني عم أقول لك عندنا شعر قديم من الشعر الجاهلي، إجت وقعت هالمخطوطة بإيد جماعة معينين، مسكوا الإبل. شو الإبل؟ إيه هذا الحيوان اللي له سنام سموه الإبل. طيب الإبل في القرآن ما هي؟ هاد الإبل أبل، هي أصلا تقرأ أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت، مو إبلي، أبل، لأنه هي أبل، أبل، يبلون، أبابيل، نبلي، كلياتها من جذر واحد وفرع واحد. أبل الله بلاءه صنع، يعني عمل مثل ما بقول لك أنا، أبل قد أبليت حسنا. فهي كلياتها مفهومنا لها نحن هي عبارة عن إسقاطات، اسقاطات اسقطت على هالقران، وجاي عم نحمل الذنب للقران. طب يا اخي انا عملي اللي هو عم بجي نظف الاسقاطات من عليه، وعم بقول تعالوا اقروه بشكل جديد. انا عم شيل الاسقاطات اللي اسقطت عليه. انا بالنسبه لي شعرت انه هالكتاب هذا انظلم. انا انسان عادل، ما بيهمني هذا الكلام من عند مين، ما بيهمني منين جاي اصلا. لكن وقت عم بقرا هالكلام عم بحس انه هالكلام هالكتاب هذا انظلم، مظلوم، هو عم يقول لي يا فادي دافع عني. أنا مو هيك، أنا كل ما هنالك يا جان مسكت هالكتاب هذا ولقيته كتاب مظلوم عبر التاريخ، انظلم جدا هذا الكتاب، وعم حاول بس فقط إني يشيل هال 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 اللغو من عليه والظلم اللي عليه فقط. أنا أقدر وجهة نظرك أخي فادي، وأحترم وجهة نظرك، وأنا حاسس ب يعني الفكرة اللي بدك توصلها للناس، بس صدقني يعني أنا لحد هلا ماني مقتنع إنه مثلا مثل ما أنت شرحت إنه مثلا شاهدين وتلميذين. أنا بالنسبة لي هالتلميذين هدول أشخاص كاملين. أنت تفسيرك هذا طبعا وحقك هذا إنك تفسر بالطريقة اللي بدك إياها، بس لا انا حاسالك، لك انت السؤال يا جان، لو انت هلا بدك مختصين يفتوك بقضيه، بقضيه معينه، بدك محامي مختص يفتيك بقضيه، واجاك نصيحه وانت فكرت انه لا انا ما بدي محامي واحد، بدي محاميين ماكنين مشان هالاثنين هدول يعطوني، يعني حتى اقعد اسمعهم انا نصل يعني اسمعهم كيف حتى عم يتحاوروا مع بعضهم لاصل انا النتيجه. طيب إذا لقيت محامي مختص وما لقيت محاميين، وجبنا لك محامي وتلميذين، مو شرط تلميذين لهذا الرجل، لكن هن تلميذين لكل واحد، يعني مثلا في محامي بإيطاليا شهير عنده تلميذ بس هو مو موجود، ومحامي بأمريكا عظيم جدا وعنده تلميذ بس هو مو موجود، جبت لك هالتلميذين. أنا ما فيك، أنت ما فيك تقول إنه هالتلميذين هدول بنفس مستوى معلمهم، لكن عندما يصبح بدل ما يصبح عندك قائدين او معلمين، عندك انت معلم وتلميذين هم اقرب ما يكون الى المعلم، يعني هالاثنين عوضوا واحد، ما في اي مشكله يا جان بهالنقطه، حتى انت بتفكر فيها تفكير منطقي. بالنسبة لك ما في مشكلة، أنت ممكن تتبنى هالفكرة هذا. حتى بالنسبه لك انت هلا بتلاقي فيها مشكله، هي فيها مشكله فقط عندما تتحول الى جنس،
يعني أنا وتنتين تنتين نساء، هون تتحول إلى جنس. طبعا هم فيها مشكلة. المشكلة عندي تعرف هي شو المشكلة عندي؟ إنه نحن مثلا عم تروح على محكمة، ما عم تروح على مثلا جامعة أو اختصاصات فيزياء وكيمياء. الدنيا كلها محكمة يا جم. بس خليني أكمل فكرتي يا أخي فادي. يعني عم تروح مثلا، صارت جريمة، اثنين شاهدوها، رجل وامرأة، جريمة قدام عينهم، يعني ممكن بأي طفل صغير يحكي الجريمة كيف صارت مثلا. فهون مضطر إنه تلغى شهادة الأنثى إلا إذا كان في أنثى تانية. خلينا أنت بيش في موضوع المحكمة، انت شرحت وجهة نظرك اكيد. يعني في عنا ايات كثير يعني القران كله انا بدي اطرحه عليك يعني. ف ان شاء الله جاهز. طيب في ايه بالسورة النساء 3، وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى أن المهم. هون في عندي كم نقطة. عندي أول نقطة، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وبنط مباشر فانكحوا، يعني علاقة النكاح باليتامى واليتامى شو علاقة النكاح فيها؟ وبعدين يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هو أنا ضد بكل معنى الكلمة أنه الذكر يكون له أربع نساء. وبعدين برجع في النقطة الثالثة، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وهي العبودية. طيب عظيم، عندي هالثلاث نقاط اشرح لي يعني تفضل. عظيم عظيم، نبلش نقطة نقطة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، شو هو المفرد تبع كلمة يتامى؟ يتيم. اكتب لي اياها بالاحرف، عد لي احرفها. يا ت يا ميم. يا عيني عليك، ثلاث احرف. يا تاما. اربع احرف. لا يتيم اكتبها انت. يا مكرره، في يا مكرره. طيب يتيم بالقران الجذر الثلاثي تبعها يتم، يعني الفعل تبعها بدك ترجع للفعل انت مو الاسم. يتيم هذا تفعيلة جديدة، التفعيلة الثانية مو التفعيلة الأولى. التفعيلة الأولى أو الجذر الثلاثي يتمى، يا تامى. لو انتبهت أنت حجب لك إياها أنا بالآية. هل تعلم بأن الله بأن نور الله يتيم؟ ويأبى الله إلا أن يتم، نحن نراها يتم، يا تامى يتم نوره. كلمة اليتيم بالقرآن نحن شرحت لنا أعرابيا على أن اليتيم هو من مات أبويه. هذا كلام غير صحيح. لو كان اليتيم هو كل من مات أبويه، أنا يتيم أخي، أبي مات من شي 5 سنين وما شفته حتى، مات بسوريا وما كنت موجود، أنا يتيم. تفضل. اليتيم في القرآن الكريم هو كل من لم يتم شيئا ما. يعني الطالب، طالب العلم هو يتيم علم، يتم علمه لم ينهي علمه بعد. العامل الذي يعمل عمله ولم ينهي هو يتيم علم، يتم عمله لم يتمه بعد. موضوع اليتيم في القرآن ومن إذا بتصل لجذرها من أروع المواضيع. ولا تشوف العلاقة الجميلة بينه وبين النساء. تمام تمام أنا معك، يتيم من لم يتم بالضبط، هذا هو التفسير الحقيقي. يعني أنا يوم اليتيم هو معروف، انت لست يتيما. يعني انا كمان والدي توفى من كم سنه وانا كنت موجود وانا ما شفت جنازته يعني للاسف. اليتيم هو الطفل الذي لم يتم، يعني تفسيرك صح. حتى طبعا حتى الطفل يصلح ان يكون يتيم لانه لم يتم مرحله البلوغ. يتيما الطفل وحده يصلح ان يكون يتيما، لم يتم. لا 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 لا، اليتيم في القران كل من لم يتم شيئا ما. يعني الطالب الذي لم يتم دراسته هو يتيم علم، العامل الذي لم يتم عمله هو وحتى الطفل الصغير الذي لم يتم مرحلة نضوجه هو يتيم نضج، يتم نضجه. وحتى نور الله يتيم، يأبى الله إلا أن يتم نوره. نور الله يتيم لم يتم حتى الآن، هو في حق، لكن لما يتم بيقول لك وتم. هلا مثل ما بيقول لك تمت كلمة ربك، يعني إذن أصبحت في حالة التمام. ولكن
يتم تدخل الياء هو لم يتم، اليتيم هو من لم يتم أمرا ما، هذا الشرح اللساني السليم تبعها. فالطفل الذي لم يبلغ البلوغ هو يتيم حتى يبلغ مرحلة معينة من العمر، لكن كلمة اليتيم بمعناها الأساسي هي عميقة جدا جدا، هن صغروها جدا جدا وحصروها حصر، إنه أخي اليتيم هو فقط هذا، لا هذا كلام غير صحيح. مشان هيك وعقد النكاح في القرآن، عقد النكاح ما هو الممارسة الجنسية، لكن الممارسة الجنسية من النكاح. يعني ما تقول لك أنا عقد النكاح، هناك عقد نكاح علمي، هناك عقد نكاح مالي، هناك عقد نكاح في البناء. يعني أنا وياك نعقد عقد النكاح مثل هو شريعة بين اثنين نتفق عليها. مشان هيك أنا موضوع كمان اليتامى والنساء هذا داخل فيه موضوع كبير جدا لا يصلح أن يقعد أحكيه هون. أول أصلي ما لي فاتح كمبيوتر، يطفى الكمبيوتر، كنت قريت لك إياها رأي واحدة واحدة. طيب النساء في القرآن من جزرها ساء، ساء تدخل عليها النون، نون النون تصبح نساء، نساء يوما رح أوضح لك ياها، يوما نساء ويوما نسر، اكتبها يوما نساء ويوما نسر، حتلاقيها كتبت نساء. إذن النون نساء، ساء الجزر هو ساء، والنون نساء تعود لنا نحن، نون تعود علينا نحن. النساء حبيبي كلياتنا نساء، أنت لك سوءة، هي اسمها سوءة. أعجزت أن بيقول أعجزت أن أواري سوءة أخي، هي اسمها سوءة. يدخل السوءة هي ما سواه الله، ما سواه الكون فيك، ما بدي أدخلك بالله لا تفوتني بمتاهاتك أنت، هي سوءة، ساءة كلياتنا نساء. هلأ فانكح إن خفتم لا تعدل لا تقسطوا في اليتامى، يعني إجا هلأ في واحد طالب علم أو لساته طفل، يعني وارث ورثة من أبوه وأبوه ميت، ومثل ما بدك اليتيم بالمفهوم تبع اليتيم تبعكم حاليا على مستوى صغير، وإجيت أنا بدي أعقد نكاح، بدي ما بيصير إني أنا أقعد أشاركه لهالولد الصغير له تعال تعال عمو فوت معي بشراء، هذا شو بده يفهمه؟ ما أنا بأكل حقه هيك. عشان هيك بقول لك إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأنه أنا ممكن يعني هذا ولد صغير أنا حأضحك على عقله هو معه مصاري بدي إجي شاركه أنا بمصاري، طيب أنا وين أنا وين هو؟ أكيد حتوه معي، بستناه لحتى يتم بلوغ لحتى يكبر يصير قادر إنه يكون ند لإلي. وإذا أنا بعرف حالي إني طب أنا ممكن إني أخذ، يعني ممكن يلعب الشيطان بعلي، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا الكلام لألها ولألي، مو لألي وحدي، أنا نساء وهي نساء. إذن نعقد عقودنا التجارية، أي أنواع من أنواع العقود، هي كلها تسمى عقود نكاح. النكح شيء بين طرفين لا يفترض أن يكون جنسين مختلفين، وهذا برضو حتلاقيه مفصل ببحث النساء عندي بشكل عميق جدا، لازم تقرأ يعني لازم ينقرأ ويتراجع، حتشوف انه شغلة ما لها علاقة لا بجنس ولا لانه كلمة جنس يفترض ان يكون كائنين مختلفين، انا وهي مزبوط وانت ونحن نظن انه هاي هو النكاح، لكن النكاح يحصل بيني وبينك يا جان. ما اظن انا لا حتى انا لا اعتقد ذلك، يعني ما دخلت نهائيا انا اي عقد اي عقد بين اثنين شراكه هو عقد نكاح. النكاح شيء شراكه، لكن لا يقال شراكه لانه هذا كمان جزر ثاني له مفهوم ثاني وهو الشرك بالله وغيره الاشراك. عقد النكاح هو عقد بين اثنين، ممكن يكون عقد تجاري، عقد مالي، أنا وياك تشاركنا بسيارة، أنا وياك تشاركنا بمشروع،
أنا وياها تشاركنا، وحتى على التخت هذا اسمه عقد نكاح. أي عملية شراكة بين اثنين هي عقد نكاح، لكن ما نصغر عقد النكاح لمفهوم أنه هو حالة جنسية فقط، لا. وأنا بجيب لك الدلائل عليها كلها من القرآن. لكن يعني أنك لازم تفهموا شغلة واحدة، أنه نحن ما تفهمنا جذر الكلمة بالقرآن، جذر المصطلح، نفهم كل تفعيلاتها. طيب إذا أنت مالك فهمان الجذر، كيف بدك تفهم التفعيل؟ لمصيبة الأعراب كيف شرحوا القرآن؟ شرحوه على النظام اللي بيسموه السرد، انه خلص الكلمه هي بفهمها انا من خلال الايه، انه كيف جايب الايه بفهمها. مره بتلاقي ذهب، بتلاقيها ذهب بمعنى مضى ماشي، مره تلاقيها ذهب يعني الجولد، المعدن الاصفر. شلون بقى صارت معكم؟ نفس الكلمه، نفس الكلمه ذهب بتصير مضى، وذهب بتصير معدن اصفر، شلون بقى يعني؟ اذا هذا لسان، هذا مو لسان، هذا روح وخدوه وقدوه كبوه بزباله. اذا كان هيك القران انا اول واحد بكبه بزباله. اذا كانت نفس الكلمه ذهب، مره بقراها بمعنى مضى، ذهب فلان، مره بقى لبس خاتمه الذهب، ذهب. للأسف أنت الوحيد أظن، واللي اقتنعوا بفكرك أظن هم الوحيدين اللي مقتنعين بهذا بتفسيرك أنت طبعا، وبقية الناس يعني في عنا مليار ونص كما يتبجح للمسلمين أنهم مسلمين يؤمنون بغير ما تؤمن به. فلذلك يعني أنا أعتقد يعني صعوبة توصل. طيب بتكمل، ما ملكت أيمانكم؟ يعني مسألة العبودية كيف بدها تفسر لي إياها؟ تفضل. شوف، في عندك كمان هي ما عم لك يا ريت لو انا اليوم يعني كنت فاتح كمبيوتري، بس وانا عم بحكي معك في فصل كنت دخلت دغري على الموضوع تبعي، وحتى غير اني اعطيتك رابط على كل سؤال تبعك. كلمة ايمانكم نحن بنفكرها هي، بنسميها هي يمين، ملك، كلمة ملك. نحن لو نفهم اليمن، طيب في عندك آية بتقول أقسم بالله جهد إيمانكم. هلا إيمانكم هي من الإيمان ولا من اليمين؟ إيمانكم نفس الكلمة إيمانكم. الإيمان شيء والأيمان شيء. طيب شلون نفس الكلمة هي إيمانكم؟ انا بجيب لك اياها نفسها تاليتين مختلفه، بتقراها بتلاقيها فعلا اول وحده عم تحكي عن الايمان، وثاني وحده عم تحكي عن الايمان، مع انه الكلمتين بنفس الشيء. ايمانكم اتكفرون من بعد ايمانكم، نفس الشيء. يا فندم اكتب لي اياها هي، اتكفرون من بعد ايمانكم. يا حبيبي فادي، الكلمتين ما نفس الشيء. في شيء يمين، في شيء ايمان. الإيمان هو الاعتقاد، يعني إذا بدنا نفسر إيه. كل روح اسأل أي إنسان، إيه ها، أي إنسان بيقول لك شو. أنا ما بدي أسأل أي إنسان يا جان، أنا بدي أسأل العقل. الاعتقاد بشيء، بس اليمين شيء يختلف. اليمين هو اتجاه، يعني نحن حكينا قبل البداية إنه هل يصلح لبذرة التفاح أن تنتج شجرة مانجا؟ قلنا لا. طيب يعني هلا انا عم بقول لك هلا بالضبط انا مع اتكفرون من بعد ايمانكم، الف ياء الف ياء ميم نون كاف ميم. مسألة الثمرة، خلينا مسألة الثمرة. هلا انت قلت لي مسألة الثمرة. طيب اذا عندك بذرة تفاح زرعته، هل من المعقول انه يطلع بصل؟ طبعا لا يخرج الا البذرة تنتج نفس. بالضبط. اليوم زرع القرآن بهالعالم هذا من 1400 سنة، والثمرة شايفينها قدام عيننا. يعني القرآن مو بذرة، القرآن بذور. عندنا تفاح بس للأسف طالع بصل. يعني لا، هذا ما له علاقة بالقرآن، لأنه أنت عم تحكي هلا جذر الكلمة، أنا عم نحكي هون جذر الكلمة. القرآن ليس كلمة وإنما آلاف الكلمات. إذا إجت أنت بتنبك قلت لي في إلها ألف تفسير، طيب كل واحد عم يفسره لأنه عم يفسروه
تفسير له قلت لك معتمد على كثير اشياء وكلياتها غلط. من ضمنها اول شيء بيجي بفسر لك القران الايه والايه التي تليها، يعني يقول لك اخي ما فيك تفسر القران الا من خلال السرد الحدسي، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بيقول لك هي اسمها سوره. منين سميتها سوره انت؟ القران ما في سور، شايف انا كلامي؟ القران ما في سور، القران مكتوب وقرآن وقرانا فرقناه. شو يعني كلمه فرقناه؟ انا عم اقول لك هلا عندي فرقتها، مو معناتها انه كانت مجموعه. هو بالفعل اجى مفرق، يعني ما اجى في خليك معي، لكن بدك تعرف انه شوف انه كلمه فرقناه شو يعني فرقناه؟ يعني كان مجموع عنده. انا هلا ماسك شده مثل ما هي، فيني اقول لك كود هي الشده، لكن وقت افرق الورق بقول لك الورق فرقته، مزبوط ولا لا؟ لكن قبل ما فرقه ما كان مجموع؟ طالما فرقته، طالما قلت طالما قال وقرانا فرقناه، اذا كان مجموع عنده وهو نزله مفرق. بعدين بيقول انا علينا جمعه وبيانه، ما بيحق لحدا يجمعه. انت ما فيك تاخذ التاليه بتقول اخي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما فيك تجمعها وتستشهد لي عليها. بدك تاخذ لتفهم القران، لكن هن هيك اعتمدوها. هلا اجى عثمان بن عفان هو اللي رتب القران، وبالنسبه لالهون ترتيب عثمان هو ترتيب، بالنسبه لالهون هم بيعتبروه ترتيب محمد وترتيب الله وما بعرف شو الى اخره. انا هذا الشيء كله ضده. انا بالنسبه لي ما بعرف شيء اسمه عثمان، ولا بعرف تاريخ، ولا بيهمني التاريخ كلياته. انا زلمي عم بجي احكم على هالكتاب اللي بين ايدي، عم بمسك عم اقول انا بدي اخذ هالكتاب مثل ما هو فيه. وقتها بفتح بتجي بقرا فيه ايه عم تقول وقرانا فرقناه ونزلناه على مكس. اذا هو مفرق، فانا لكي اشرحه ما بشرحه مجموع، بعتبر كل تالياتهم مخربطه ما لها مجموعه، لكن عم بمسك كل تاليه بتاليتها كانها حكمه مستقله. ومشان افهم شو معنات كلماته بمسك الكلمه، شو هالكلمه؟ بدور على جذرها، ببحث عنه، بدور عنها بكل مكان بالقران، بصل للمفهوم الكلمه تبعها لحتى افهم الرجل، بلحق كلمة الرجل بكل أماكن بالقرآن، بلحقها هون 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 بعد ما أصل لجزرة. وهذا هو الشرح اللي أنا عم بشرحه للقرآن، فما له علاقة ب يعني أنت تيجي تقول لي هلأ عندك الشيوعية والثورة الماركسية واللينينية وما بعرف شو، وشو ساوى الاتحاد السوفيتي، وشو ساوى ستالين من تبشيع وتقتيل، سفاح من سفاحين العصر ستالين، بتقول لي والله ستالين كل الحق على كتاب ماركس انجلس بقول لك يا اخي ليش عم تظلم هالكتاب؟ يا اخي ستالين كان افكاره كلياتها على الشيوعيه والرأسمالية وكتاب المال لماركس اذا هو لك عمله لماركس لا ينسب لهالكتاب يا جان. هذا الكتاب انت عم تظلمه، عم تنسب له عمل انسان لانه اصلا كان مؤمن فيه. بس للاسف يعني يا اخي فادي افعال المسلمين تنسب للقران، يعني مثلا وقاتلوا الذين كان هيك، بس خليني هلا وقاتلوا الذين لا يؤمنون، فالجماعه عم بيقاتلوا اللي ما بؤمن، فيعني الكلام المفهوم. هلا انا كشخص انسان عادي لما افهم اسمع الكلام افهمه بالضبط مثل ما يعنيه المسلمين. هلا مثل داعش لا ما عم تفهمه مثل ما يعني المسلمين، عم تفهمه مثل ما اجتك الفكره يا جان عشان نكون صحيحين. اوكي الكلام بيوحي هالفكره هي، يعني الله لما بيقول قاتل الذين لا يؤمنون يعني طيب واضحه قدامي اي شخص اي انسان. طبعا انا ماني ملائكه، انا ماني من غير كوكب، انا ماني سوبرمان مثلا حتى لا من غير كوكب افهم اشياء غير مفهومه للبشر. يعني انا كانسان رح افهم قاتل اللي ما بؤمن لحتى يؤمن. يعني شوف انا قبل شوي شرحت لك، قلت لك هالكاسه هي لو قلت له لابني انه هي اسمها صر ماي شو حتكون؟ حيقول هيك. كلمه قاتل مين اللي شرح لنا اياها بمعنى انه اسفكوا الدماء؟ امتى انشرحت هالكلمه؟ يا اخي احنا حكينا انه ما في معجم القتال يعني القتال، شيل السيف، شيل البارودة، شيل المدفع. طول بالك يا حبيبي، أنا على عيني وراسي، لكن هذا الشرح. هلأ أنا وقت بدي أجي أقول لك قاموس، القاموس العربي، قاموس اللغوي للشرح، أمتى وجد؟
أقدم قاموس إن وجد بعد، إذا اعتبرنا أنه تاريخ نزول القرآن هو 1430 هجري أو من 1430 سنة، فأول قاموس عربي انوضع بعد القرآن ب200 سنة. إذا الواضعين القاموس أصلا وضعوه لمشان يشرحوا القرآن. أعطيني قاموس قبل نزول القرآن لأقول لك أوكي أنت أنت هون، أنت هون الحكم. طيب عندي فكرة، هون عندي فكرة بس دقيقة. يعني اليوم نحن سمعنا أشعار الجاهلية كثير قبل تمام، وقبل محمد سمعناها مثلا، يعني في 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 الكلمات الموجودة بأشعار الجاهلية هي لا نفس المعنى الموجودة في القرآن. يعني أرجيني كلمة قتل، أرجيني كلمة قتل في الشعر الجاهلي تفيد سفك الدماء. أو صدقني أنا أنا معك. بهالدقيقة هاي ما بخطر لي، يعني أجيب لك بيت شعر ولا إيه بس صدقني إنك ما حتلاقيه. هلا هلا لأنه هذا الحكي أنا عم بحكيه وهو مسجل. شوف يا حبيب عمري. كلمة قاتل، هلا أنا وقت أقول لك قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أنى يؤفكون، هي تالية قرآنية. هل قاتلهم الله يعني إجا الله حامل سيف ولا حامل كلاشينكوف ونازل عم يرش؟ أرجيني ما شفته بحياتي، أرجيني عبر التاريخ. لكن الله يقاتل، والتالية قاتلهم الله أنى يؤفكون. الأشعار الجاهلية قتلتني، الأشعار الجاهلية قتلتني بحبك، قتلني حبك. كلمة القتل في القرآن وكلمة القتل في لساننا لا تعني سفك الدماء أبدا، لأنه سفك الدماء في القرآن منهي عنه بتاتا. طب ماذا تعني؟ قتله، قتل الشيء حالة نقل، يعني قاتل الذين لا يؤمنون بالله حتى. طيب إذا كان القتل سفك دماء، شوف هي حتى، هي حتى شرطية. قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أوكي؟ هيك؟ طيب إذا كان القتل هو سفك الدماء، جيت أنا وسفك الدماء، كيف بدك تدفع لي الجزية؟ هو الواضح من الصورة أنه تحارب مجموعة من الناس، تقتل بعضهم حتى البقية يدفعوا لك الجزية، وما يدفعوا لك الجزية أنت تقاتلهم حتى تنهيهم. يعني الواضح، أو إذا كنت أنا فرد ولقيت واحد لا يؤمن بالله، أنا فرد، وهذا القرآن نزل للفرد مو بس للجماعة، طبعا قاتلوا أو قاتل أو اقتل الذي لا يؤمن بالله حتى يدفع لك الجزية عن يد وهو صاغر. طيب لو أنا بدي أقتلك وسفكت دمك، كيف حتدفع لي الجزية؟ هو بهالحالة قال لك شغلة، بهالحالة يعني أنت سويت اللي عليك وبالنهاية حققت النقطة اللي بده إياها القرآن، أنه قولي بالك، ما بدنا نحن نشرح هيك، نحن بدنا نفهم نقطة. أنا قلت لك، أنا هلأ يا بدك تجاوبني على سؤالي، قلت لك قاتلوا للجماعة، ولكن القتال هذا فرض على الفرد، هو فرض على الفرد المؤمن. قاتل يا فادي من لا يؤمن بالله حتى يدفع لك الجزية وهو صاغر. طيب بس أنا القرآن في هالسورة، هاي في سورة التوبة، لا يعطي بالمفرد أصلا، هو عم يقول لك لا قاتل. يصلح، لا يصلح يا عمي، التالي الجماعي يصلح على المفرد. اشربوا كلوا معناتها كول، اشربوا معناتها اشراب، هي كما تصلح للجماعة تصلح للفرد. لا ينفع، نحن بدنا نفهم لسان 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 لحتى نفهم المنطق، ما بيصير نجي نحكم بالحكم الأعرابي يا جام. كلمة قاتل في القرآن، أنا هلأ أقاتلك، أنا أقاتلك حتى تدفع لي الجزية وسأدفعك الجزية. تمام. أنا بضل بقاتلك كلمة حتى يدفع. أنا على فكرة، هي آية التوبة لسه يعني بعيدة شوي. هلا نحن لسه في سورة النساء، يعني خليني بس في سورة النساء 11، شو بتقول؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ذكر وأنثى، في تحديد الجنس. فإن كنا نساء فوق اثنتين. ليش ما قال فقل خليني ليش ما قال فإن قلنا إناث؟ خليني أكمل الآية أرجوك، وشان تمام يعني يكون نحط خريطة. بس أشوف إذا إيه. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس،
مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني واضح الأم أم ما في واضح، ما في واضح، ما بتك... ما بتقول واضح، انسى انسى كلمة واضح هي مع القرآن. فإن كان له أخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤك أو دين آباؤكم وأبناؤكم، لا تدورن إياهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. طيب يعني نبلش فيها خطوة خطوة. الزلمة موضح إنه في أم وفي أخوة وفي أخوات في ذكر. حتى يا جان يا جان لا تقول لي موضح، أنا بطقي مخي هالكلمة. وضح لنا أنت تفضل. نحن كلياتنا الحكي اللي عم نحكي فيه خالطين بين اللسان الأعرابي وبين نحن كيف نفهم، كيف نفهم لسان سامي. هذا لسان سامي، سامي توسخ، توسخ بلسان لغوي أعرابي توسخ. نحن من 1400 سنة بنعرف أنه الذكر، الذكر هو أنا يلي له دلدولة والتاني أنسى. هذا الكلام سفيه. يعني هلأ في تالية، إنا نحن أنزلنا الذكرى، أنتم تنقرأ معكم الذكرى لأنه موضوع إيه. ما طبعا ما هذا هو التشكيل الأعرابي، التشكيل الأعرابي بتجي نفس الكلمة أخي إذا حطينا عليها تشكيل بيصير إلى معنى تاني. إيش وعلى كيف كون؟ إيه على كيفك جزرة شجرة بذرة التفاح بدها تصير بطيخ؟ لا مو على كيفك بابا. شوف، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والثانية الذكر مثل حظ الأنثيين. شو بتفرق الكلمة هون عن هون؟ نفس الأحرف ألف لام ذا كاف راء. الذكر الذكر، مرة بنقراها الذكر ومرة بنقراها الذكر. ايش وعلى كيفكم؟ مين اللي حط التشكيل لحتى نفهم شو هو الذكر؟ اخي جان معك، حتى القرآن بيقول لك اخي الذكر هو القرآن. اخي منين جبت لي انه القرآن هو الذكر؟ المحفوظ هو الذكر او الذكر، لانه انا بالنسبة لي تقرأ الذكر بكل مكان، والذكر هو القائد. شوف تالية يوسف شو بيقول له، طالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شو يعني تذكر يوسف؟ يعقوب كان دائما يشوف أنه يوسف هو الذي يصلح للخلافة أو يصلح أنه يكون سيد القبيلة من بعده، وكان دائما يقول يوسف هو اللي حيكون من بعدي. فنصحوا رفقاته شو قالوا له، طالله إنك تفتأ تذكر يوسف. إن قرأت عند الأعراب تفتأ تذكر يوسف، تذكر يوسف يعني يوسف ما كان موجود وانت عم تتذكره. طيب حتى لو كانت ما اجت حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، لو نفهم نحن شو هو، هي مو تذكر، هي تذكر، تفتأ تذكر يوسف تجعله القائد بعيون اخواته حتى تكون حرضا. عم تحرض اخواته عليه او عم انت حتهلك نفسك، اولادك ممكن يقتلوك لانه الاخ الكبير واللي شايف حاله هو الذكر من بعدك لا يصلح ان تقول له اخوك الاصغر هو الذكر من بعدي. فكلمة الذكر، الذكر المحفوظ هي كلمة القيادة. طيب طيب انت جيت هلا يعني انت طاوعت الفكر الاعرابي اللي انت ضده الاعراب هذول، انه الذكر هو القائد. برافو، قائد القطيع. فمعناته الاناث هم القطيع يعني. ليش الانثى؟ ليش الانثى؟ شو يعني الانثى في القرآن؟ وهون كمان مصيبتنا الثانية. شوف شو بتقول التالية، قالت ربي إني وضعتها أنسى، بعدين تقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسى. طب ليش تقول الله أعلم بما وضعت؟ أنت تعلمين ما وضعتي. الأنثى هي الأنثى تصبح ذكر لأننا برضو كلياتنا إناث، وكلياتنا لا يا عيني عليك، لا الذكر مرتبة لا يصلها إلا المجتهد جدا جدا جدا. نحن نصل إلى أكثرنا يصل إلى مرتبة الرجال،
حتى مرتبة الرجال مرتبة صعبة، مو كلنا بنصلها. يعني شوف، في عندك مرتبة، هلا 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 انت قلت كل شيء ذكر، شو لا الذاكرة؟ يعني الذاكرة ما قلت كل شيء، شوف خليك، ما قلت كل شيء ذكر، ما قلت كل شيء ذكر، كل شيء شوف، كلياتنا نساء لأنه هي اسمها سوءة، وكلياتنا أناث لأنه الأناث هي من تحمل داخلها شيء. يعني أنا أحمل داخلي الحيوان المنوي، فأنا أنثى حامل، وهي تحمل داخلها البويضة، هي أيضا أنثى. عشان هيك أم مريم شو بتقول؟ أول شيء تقول إني وضعتها أنثى، بعدين تقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. إذا هذه الأنثى قد تصبح ذكر. طيب خلينا ننتبه لهالنقطة. يعني اليوم راح ناخذ بس هالثلاث آيات، يعني يعني القرآن مليء بالآيات وجايينك على الطريق. وأنا جاهز لك. يعني فسر لي إياها الآية. أنت عندك ثلاث أولاد، ماشي؟ واحد بيناتهم كل وقته للدراسة الدراسة الدراسة الدراسة، وباين عليه أنه حيكون رجل علم وقائد، باين عليه. يعني أنت كأب هلأ عندك واحد مقضي كل وقته عندك ثلاث أولاد، ما لنا علاقة بجنسه، ممكن يكونوا ثلاث بنات، يعني لأنه حتى كلمة ابن في القرآن، البنات بناتك هي بناتك، ما لها علاقة بالجنس. برضو مصيبتني، مصيبتنا كبيرة. شلون بدي اشرح لكم القرآن؟ لأنه أنا حاطط مو بحث، حاطط صرت آلاف البحوث. المهم، أنت عندك ثلاث أولاد، اثنين منهم عم يروحوا يشتغلوا وتركوا العلم، واللي قاعد بمنجرته واللي قاعد بشغله وعايشين حياتهم، وعندك واحد ما له مورد، كل حياته مقضية للدراسة. وقتها بتموت شك تماما انه من العدل، من العدل انك تعطيه اكثر من هدول الاثنين بالضعف، لانه هدول الاثنين من اولادك، كل واحد عنده حياته وعم يشتغل وعم ينتج وخلص اخذوا مجرى حياتهم، هذا ما له مورد، هذا بالنسبه له صفي العلم كل حياته، الذكر كل حياته. بيجي واحد بيقول لك طيب اذا كانوا كل ثلاثه شغيله وثلاثه بنفس المستوى وثلاثه بنفس ما فيهم ذكر، خلاص كلياتهم مثل بعض، وشو بتعمل بالام؟ تفضل فسر لي الام. ليش الام هي الوالده؟ امال لا يابا، لا يا حبيبي. لا يا عمري، ابراهيم كان امه. كلمة أم في القرآن الإمام والأم. شوف، طالما أنت تأتم بها فهي أمك، فإذا أنت خرجت عن أمومتها فهي ليست أمك، هي والدة. متى تكون الأم أم؟ عندما تكون أنت في داخلها جنين وتأتم بها وهي إمامك، هي أم. لكن مجرد ما خرجت منها لم يعد اسمها أم، أصبحت والدة. والأمهات في القرآن ما لهم علاقة، ممكن تكون أم يعني يقول لك أمهات الكتب، أم الكتاب. الأم في القرآن هو كل ما تأتم أنت به ولإمامك، ومن أنت تأتم به لإمامك ولأمك عليك حق، أنت عليك لأمك حق. فإذا لم يكن لك أم شيء ثاني. أما أنا بالنسبة لي هلأ وقتها بدي موت عندي أولاد مثل بعضهم، عندي بنتين وعندي شاب وعندي والدتي، كله بياخد مثل بعضه، تتقسم الورثة مثل بعضهم. عندي 100 ليرة، أمي بتاخد 25 وبنتي بتاخد 25 وابني وابني كل واحد 25. هاي بكل بساطة، لأنه ما في بيناتهم ذكر وما في أم، لأنه الوالدة غير الأم يا عمري. نحن حتى كلمة أم مفهومنا لها غلط، كل مفهوماتنا هي كيف شرحوها لنا. إجا واحد قال لك الأم هي هي، الأب هو هاد. لا يا سيدي، طيب إبراهيم أبونا، إبراهيم أب. يعني أنا بتمنى الله. بتمنى يكون فكرتك وصلت للأصدقاء وللناس واللي متابعينا هلا على الهواء مباشرة واللي راح يتابعونا كمان. يعني أنا حابب أوضح فكرتك تمام للناس.
وأنا قلت لأصدقائنا إنه الأخ فادي فكره إلحادي علماني بشكل بحت يعني، بس مشكلته بيربطها بالقرآن. و يعني طبعا تفسيرك رائع، انا بتمنى كل الناس تفسر تفسيرك، تفسر القرآن يعني. انا بتمنى الله داعش او البغدادي قائد داعش يبرك يفسر القرآن كما تفسره انت يعني. انا بتمنى كل الازهر ينام ويصحى الصبح يفسر القرآن كما تفسره انت، هذا ولكن اللي حكيت إن شاء الله. تأخذ المهمة المستحيلة يعني، أظن وأعتقد جازما أن المهمة مستحيلة، ولو أنك لأني بس لأني بس أكيد راح في كثير ناس راح يقتنعوا بكلامك، أنا متأكد من هالشيء. بس هل هالناس هاي راح تكون قلة قليلة من المسلمين الموجودين؟ جان حبيبي، كل شيء السيل الجارف عبارة عن نقطة مطر كان بالبداية. نحن بنقول دائما مشوار الألف ميلي بيبتدي بخطوة. الأمة الكاملة كانت بيوم من الأيام فرد. يعني أنت بالنسبة حتى لو أخذنا محمد كان فرد، إذا رغم أنه أنا كله ما بعترف فيه لمحمد هذا على فكرة، كله نهائيا، لكن عم ناخذها هيك كمثل، كان فرد. هلأ أمة مليارات. فأنا ما عم دور على اللي يقتنع بفكري هلأ، لكن أنا عم بكتب أبحاثي وحط، لأنه أنا بعرف حالي بعد 100 سنة ولا 200 سنة حتكون أمة الفادي موجودة، وهي اللي حتكون أمة الحق الثابتة. لأنه وأما الذبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. واللي عم أقوله أنا هو الإنسانية كلها، هو الحق كلياته. أنت عم تقول أنه فادي بيربط فكره بالقرآن، أبدا. أنا فكري القرآن يصادق على فكري. ليش؟ الموضوع مو موضوع قرآن صفي يا جان. موضوع انه وقت انت بتحكي بشيء انساني، المفروض انه كل شيء انساني يتوافق مع فكرك. لانه انت اذا بتعرف حالك، انت قلبك نور، مصدرك نور، تريد لهي، المفروض كل شيء انساني ينخط ينطبق على فكرك. عشان هيك انا قلت لك، انا هذا الكتاب شفته كتاب مظلوم، انظلم جدا عبر التاريخ. وكل ما هنالك انه عم بيجي افتح صفحاته وأقرأ من خلال جذر الكلمة تبعه ووضحها لكل الناس. عشان هيك يعني موضوع الحلقات ولا موضوع إنه الحوار ما بيكون سهل هيك، بده كتير 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 حلقات، وبده كتير كتير دخلات. وحتى قد ما في ناس تشارك، أنا أحب، ما على قلبي، ما عندي مشكلة نهائيا. سؤال وسؤالين وألف. على كل حال يعني أنا راح أتأكد من مسألة المشاركة هي يعني، وطبعا البرنامج برنامجك اخي فادي يعني، وانا بتمنى تشرح حبيبتك اكثر ونستفيد كلياتنا من الحوار يعني. ما نحن يعني فكرك واضح بالنسبه لي طبعا، على الاقل يعني فكرك واضح، واتمنى انك اتمنى تصير نبي هذه الامه يعني، والناس تمشي بخطواك يعني، وتفهم بمنظورك للقران، تفهم القران بمنظورك للقران، ونخلص من هالذبح والقتل والتدمير والعشوائيه والهمجيه هي اللي شايفينها نحن، والانحطاط يعني بصراحه. طبعا. على كل حال انا بتشكرك كثير اخي فادي، وبتمنى بهالحلقه يعني مشان ما نطول الحلقه على الناس، اخذنا 3 ايات، وايات القران تعرف انت كثيره وجايين عليها يعني. انا ما بقدر اوعد اي لانه راح تاخذ معنا سنين على الحاله هي. إذا كل أسبوعين 3 آيات بدها تاخذ معنا سنين أظن. طيب حبيبي، بيخلينا للحلقة الجاية، معناتها وقتها تجهز أنت كم سؤال، أعطيني إياهم قبل 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 بيومين مثلا من الحلقة، تمام، مشان أنا أكون طلع قدامي البحث كامل، وحتى يعني أتبحر معك فيه بكل سلاسة. شو الآيات؟ أي تالية؟ أي على فكرة هي اسمها تاليات كمان مو آيات. القرآن فيه تاليات مو في آيات، لأنه الآيات أنا آية وأنت آية، وآية لكم الليل والنهار الشمس والقمر، هي كلها آيات. آيات الله مجسدة ولها أبعاد، وأما القرآن فلا آيات فيه، فيه تاليات، والتاليات ذكرى، والقرآن ذي الذكر. القرآن ليس ذكر، وإن فيه ذكر، له قيادة، يقود، هو فعلا انظر هو قائد أمة حاليا للخراب للأسف. طبعا على الخراب، لانه العيب مو من القائد، صدق تماما، العيب من لانه هذا القائد، هذا قائد
مخطوطة خريطة وليس قائد إنسان عشان نحط عليه اللوم. هذا كلام، والكلام أنت لو بدك تفهمه بوجهه مثل ما أنت بتشوف القمر له وجهين، الكلام له وجهين، لأنه كل شيء عبارة عن ازدواجية في هالكون العظيم، إما أن تقرأه أنت بمرآة الظلام أو تقرأه بمرآة النور. فمرآة النور والظلام أنت اعكس، إذا أنت عكست المراية، إذا أنت مشوه حتطلع صورتك بالمراية مشوهة، ما بتيجي بتقول يا أخي هي المراية مجرمة، أنت شايف العم عم تطلع بالمراية عم تشوف دراكولا، العم المراية دراكولا، لا أنت دراكولا، المراية ما لها علاقة، القرآن هذا مراية، فكيف أنت بتعكس صورتك؟ وللأسف يعني للأسف هو مراية لثقافة صحراوية ضحلة وهمجية، والناس اتبعوها كما هي الثقافة، وأنا بتمنى يتبعوها كما منظورك وفهمك أنت لهذه المرآة. يعني خلينا نقول طيب أخي حبيبي فادي، أنا بشكرك كثير، ويا ريت تعطينا كلمة أخيرة وشو بتقول لكل أصدقائنا، وشو عندك تقول لنا؟ تفضل. بقول انه الانسان اثنين، انسان مو انس واحد، الانسان كائن عظيم جدا جدا، كائن ربوبي، كائن مجهز بافضل التقنيات لانه يصل ويكون سيد هالكون. فتعالوا ندور على الشيء العظيم اللي جواتنا، نصل للسلام، نعرف المملكة تبعنا الصغيرة، نحن حاليا على مملكة صغيرة اسمها الأرض، نعرف كيف نحل السلام فيها لحتى ننتقل لعوالم وأكوان بعدها. نحن لم نستن يعني هالعقل اللي عندنا نحن ما عم نستهلك منه شيء، لأن مشتتين شيء فقير وشيء كذا وشيء، هذا كله بسببنا نحن. تعالوا نصل للسلام، السلام هو ربنا، ومشان هيك رضيت لكم الإسلام دينا. لو نفهم معنى كلمة الإسلام، مو هذا طج وركاع وطوبز، لا، هذا مو إسلام، هذا عبادات وثنية ذميمة كريهة. الإسلام هو السلام. تعالوا هذا الدين اللي قبلنا يا إله الكون المحيط، مشان نصل لأنه نكون نحن أرباب إن شاء الله. ربي يوفقنا للسلام. أنا أضم صوتي لصوتك، ويا ريت كل الناس تفكر بالسلام، وتفكر بأطفالها وبمستقبل أطفالها، وتفكر بالمستقبل الرائع تقدمه لأطفالها أكثر من اللي عشناه نحن وشفناه نحن للأسف، يعني من تشريد وتعذيب وقهر وفقر ومرض وتخلف للأسف. يعني بتشكرك كثير أخي فادي، وبشكركم أصدقائي على المتابعة، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، ويعني واستفدنا شيء، يعني أقل شيء روح المحبة، روح السلام، يعني اللي نسعى له نحن بعيد حبيبي عن الحروب هاي. شكرا الحمد لله، لك أخي فادي، وإلى اللقاء أصدقائي في حلقة شكرا قادمة. لهالوش الحلو يا حبيب قلبي يا جان، لهالقعده الحلوه ولكلامك الحلو، لو ما كانت القلوب مثل بعضها ما كنا اجتمعنا. ربي يسلمك يا رب حبيبي، بكل تأكيد. شكرا أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.